البداية برحب بضيوفي الكرام، كابتن مي خالد مساء الخير، كابتن النادي الاهلي في كرة اليد مساء الخير ومنورانا كده في ربنا قناة الاهلي. يخليك، ميرسي جدا ميرسي جدا. ايضا كابتن أنية خالد برضو لاعبة كرة اليد النادي الاهلي مساء الخير ومنورانا. ازي حضرتك؟ في البداية نتكلم على فرقة النادي الاهلي للسيدات، مشوار بطولة الدوري السنة دي ما شاء الله محققين انتوا ارقام قياسية جميلة جدا، فوز متوالي. طبعا انت هتتحكي عشان ايه عمال احسدكم من بداية اللقاء ان انتوا ما شاء الله يعني بتكسبوا بشكل مميز للغاية، اكيد الكلام ده ما جاش من فراغ، في استعداد كان قوي. طبعا، يعني احنا بنستعد قبل الموسم تقريبا ثلاث شهور ونص، بنعمل فترة اعداد ونبتدي يعني نعمل ماتشات ودية ونروح الجبل، ويعني في حاجات مشقات بنعدي بيها كتير قوي يعني عشان نقدر نحافظ على اللي احنا بنوصل له كل سنة ان شاء الله. طيب وبالنسبه للنادي الاهلي ما شاء الله في كره اليد دايما بيبقى بينافس على البطوله، ازاي بتجددوا الدوافع؟ انتوا كل سنه بتشتغلوا جامد جدا على اعلى مستوى، كابتن بيسا ما شاء الله، كابتن ياسر صلاح بيحطوا لكم يعني جدول زمني بمعدل تمرين يعني بيخليكم الاول ما شاء الله على طول. بص، هو احنا يعني دايما الدوافع بتيجي من جوانا، دي رقم واحد، ان احنا بنبقى عايزين نعمل حاجه اجدد من اللي فات، غير ان المنافسين يعني لا احنا السنه دي هنكسب وبتاع، فبيفضلوا يعني ايه يحمسونا، طب خلاص تمام الملعب موجود ونشوف، يعني اكيد اللي تعب اكتر هو اللي هيستحق ان هو يفوز يعني، فبيبقى في دوافع من جوانا احنا بنشد بعض، وخاصه بيبقى في كمان عناصر جديده بتخش الفرقه، سواء ناس متصاعده او ناس بتيجي مثلا من فرق تانية او كده، بتبقى يعني زي دعم من الجهاز، بيدعمونا بعناصر جديده، فده بيبقى زي كولكشن، كل واحد بيحاول يثبت نفسه ان هو يكون موجود وان هو يكون رقم واحد في مكانه، فده اكيد بيبقى تنافس داخلي، غير بقى التنافس الخارجي بيجي من زمايلنا اللي في الانديه التانيه، طبعا احنا اصحاب في بعض، بس يعني برضه بيقولوا بقى مثلا احنا هنكسب بقى من كل الدوري، لا احنا البطوله الجايه بتاعتنا مش عارف ايه، طب خلاص تمام، فاحنا بنبتدي بقى نشد بقى من بعض، لا يا جماعه لازم نركز كده يعني. تقرصوا على نفسكم عشان طبعا توصلوا طبعا. كابتن أمنيه، كره اليد لعبه صعبه، لعبه شاقه بالنسبه للرجال، فبالنسبه للسيدات تبقى الامر برضو بيحتاج مجهود كبير، نفس الشيء انتوا تمرينكم كل يوم صح؟ صح، هو يعني احنا فعلا بتبقى لعبه صعبه، حتى كل الناس اللي بره هاندبول بيقعدوا يقولوا لنا انتوا ازاي بتلعبوا هاندبول، انتوا ازاي بنات بتلعبوا هاندبول، يعني لعبه فيها عنف، فيها مجهود، فيها طبعا الالتزام، وست ايام في الاسبوع فعلا، بس احنا الحمد لله بيبقى خلاص بيبقى احنا حابينها قوي وبقت جزء من حياتنا، فبنعرف يعني نواكب في الموضوع. طب انا سامع ان كابتن بيسا بعد التمرين بتريحكم تدخلكم الجيم. يعني لا يعني مش عايزين ندخل فنيات، بس ده حاجه سيستم عندنا، لا بس يعني كم مره في الاسبوع يعني. بس هي الجيم بيبقى غير ساعتين الملعب، غير الساعتين الملعب يعني التمرين ساعتين بس ساعات كابتن بيسا كابتن بيسا لا ساعات بنقول النبي يعني مش عارف، طب خلاص بقى ممكن لو سمحت انت اللي بتتكلم مع الكابتن، بس هو السيستم بيبقى من الكابتن اصلا. طب انتوا ايه اصعب المنافسين اللي كانوا قدامكم السنه دي في الدوري؟ هو يعني برضه نفس، هو يعني هي بيبقى نفس المنافسين كل سنه بيتكرروا يعني، سبورتنج وسموحه والشمس، دول اكتر حاجه يعني. سبورتنج والشمس وسموحه، مفيش نادي الزمالك؟ لا مفيش نادي الزمالك، يعني هم مميزين في اليد رجال، لكن في السيدات يعني تاني من بقى كذا سنه صفوهم يعني وما عملوش تاني، ما عملوش تاني. فالمنافسه القويه ما بين فرقه سبورتنج تاني بقى، سبورتنج هو المنافس الاول، هو المنافس الاول، بيبقى عندهم اهتمام كبير، عندهم لعبات في المنتخب، عندهم عناصر كويسه قوي، بيبقوا كويسين. انتوا كسبتوهم السنه دي؟ كسبناهم، لعبناهم مره وكسبناهم، ان شاء الله يعني عندنا برضو في الدور الثاني نلعبهم مره كمان. هتلعبوهم على يعني على مدار الموسم بيبقى مرتين. طب بالنسبه للدخول في بطوله افريقيا استعداداتكم بتبقى ازاي؟ بيتهيألي ان تسيد اللعب على المستوى المحلي بيبقى له دوافع اكبر في الناحيه الافريقيه، انه بقى لكم فتره ما بتشاركوش. هو حقيقي فعلا ان احنا بقالنا فتره فعلا ما شاركناش، فهو يعني في كمان يعني هو زي ما هشام سافرت قبل كده افريقيا، بس احنا الجيل الجديد ما شفناش قبل كده افريقيا خالص، بس دي تبقى اول مره، وانا صراحه متحمسه قوي ان انا اشارك في بطوله كبيره زي دي. يعني موني لعبت كاس عالم، موني من العناصر اللي طلعت من مواليد 96 وطلعوا معانا، الجيل بتاعهم لعب كاس عالم، يعني موني كانت من العناصر الجيده طبعا اللي ضافت للفرقه،
موني على فكره حارس مرمى. هي امنيه بس احنا بنقولها موني، فامنيه دي غريبه علينا جدا. طيب بالنسبه بقى لخبراتك كابتن مي، لعيبه جداد بتبتدي تستقبليهم ازاي؟ دي بيبقى ليه طبعا دايما كابتن في النادي الاهلي ده بيبقى على كل اللعبات بيبقى له ادوار مختلفه عن اي كابتن في اي نادي. بصوا انا كابتن بس يعني فريش جدا، يعني بتحس ان احنا يعني قريبين جدا من بعض، احنا اصحاب جدا وفاكين جدا وكل حاجه، عشان يعني انا عندي اعتقاد كده ان الروح بتيجي من بره الملعب فبتنعكس جوه الملعب، غير ان احنا كلنا واحد، طالما طلعت درجه اولى فانت لعيب كبير، فانت لازم تبقى محترم ده كويس جدا وحاطه قدام عينيك، ان انت خلاص لعيب مسؤول عارف التزاماتك ايه، ايه المطلوب منك، ايه واجباتك، بتبتدي بقى تظبط دنيتك على الكلام دوت، مش لازم حد يقول لك اعمل نم بدري اعمل. لا يعني اعتقد كل الناس لا يعني، بس طبعا في وقت كده بنفك بيه بقى مع بعض في الجيم دايما يعني المشاهدين شايفين، بتبقي متابعه الشغل ولا انت بتركزي مع نفسك؟ لا الكابتن بقى يعني عازل الموضوع ده جدا، يعني احنا كل واحد مركز في دوره، الجهاز هو المنوط بيه القصه دي خالص يعني، فاحنا ما بنركز خالص في ايه اللي هيحصل وايه الاداريات لا كل واحد بيركز في تمرينه وهو بيشيل عننا العبء الكبير ده.